جنبا إلى جنب يعملن العسكريات السعوديات التابعات لقوات أمن الحج والعمرة للمرة الأولى بموسم رمضان داخل الحرم المكي. ثمانون مجندة على أبواب الحرم وبين أفواج المعتمرين يظهرن لحفظ عمليات الأمن وتنظيم الحشود بعد تدريبهن وتأهيلهن عبر دورات عسكرية. المحور الأمني وهي مهمتنا الأساسية والرئيسية لمساعدة قاصدات مسجد بيت الله الحرام، وثانيا عندنا العنصر التنظيمي أيضا، ويعني بذلك إدارة الحشود في جميع أروقة مسجد الحرام في جميع أدواره صحن المطاف والتوسعة أيضا، ونهتم بالاحترازات والتدابير الوقائية، ونحن نقدم يد العون والمساعدة لجميع النساء قاصدات بيت الله الحرام. مراقبة ومتابعة على مدار الساعة بين أروقة الحرم وفي ساحته والمصليات، وخدمات إنسانية يقدمنها العسكريات لبنات جنسهن. أنا مجندة أتحق بدورة عسكرية في مدينة الرياض، وتعلمنا الكثير من المهارات، وأنا اليوم أخدم ضيوف الرحمة. أتعامل مع جميع الحالات الأمنية وتطبيق الاحترازات الصحية من تباعد والتزام بارتداء الكمام ورصد المخالفات اللزم. خطوة تمكين جديدة للمرأة السعودية بعد تشريعات وقرارات هدفها إتاحة العمل لهن بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ومن ضمنها القطاع الأمني الذي وجد إقبالاً كبيراً لدى النساء. من الحرم المكي، سلطان السلمي، العربية.